من إذاعة البحرين الكتاب فكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم أعزائنا المستمعين في الكتاب فكرة. في الكتاب فكرة. يقال بأن العشق درجات ودركات، فنون وجنون، دوائر وزوايا حادة. يعيش العاشق في كنفها أحلاما طفولية وصبيانية، لكنها كبيرة في العمر. الكتاب فكرة. الكتاب فكرة. عشق من نوع آخر، وحب من النظرة الأولى. أجمل ما فيه الإحساس بالمحبوب وتلمسه وتذوق جماله الداخلي، بل والعيش في صدره ومشاركته في حياته ويومياته المفقودة إلا من ذكريات. الكتاب فكرة. الكتاب فكرة. نوع من العشق يمكن ممارسته في كل زمان ومكان، في السر وفي العلن. نتكلم عن محبوب من نوع آخر، إنه خير جليس في الزمان، وخير أنيس مع الأحزان، وخير رفيق عند الحرمان. في الدقائق القادمة سنعيش معكم لحظات شعرية عاطفية نتحدث فيها عن معشوق يسمى الكتاب. الكتاب فكرة برنامج أسبوعي من الساعة 8 وحتى 9:30. البرنامج من إعداد وتقديم فالح الرويلي، حوار حسن الساعتي، وفي الإخراج أحمد الشريان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا بكم في برنامجنا الأسبوعي الكتاب فكرة في موسمه الثاني، وكتاب جديد وموضوع أجمل. حلقة اليوم تتكلم عن موضوع جميل جدا، وهو بعنوان المناورات التنظيمية في مؤسسات الأعمال. عن هذا الموضوع يتحدث الأستاذ فالح رويلي. مساء الخير أستاذ فالح. السلام عليكم. مساء النور. نرحب بجميع الأخوة المستمعين في هذه الحلقة، ونتمنى أن تكون حلقة مميزة، خصوصا أن هي مناورات حامية الوطيس اليوم. الله يستر. اليوم نتكلم في مجموعة من الأمور. حلقة اليوم هي فصل واحد من ضمن فصول كثيرة في كتاب الإدارة المعاصرة للدكتور أحمد سليم، ويتناول فيها المناورات التنظيمية في سوق في مؤسسات الأعمال. حلقة اليوم أستاذ حسن بتكون شاملة لجميع منظمات الأعمال، الحكومية أو الخاصة، الربحية أو غير الربحية، الخدمية الصناعية بمختلف أنواعها، بل أكثر من ذلك حتى الوظيفية والتطوعية. لا يوجد مؤسسة، لا يوجد مؤسسة في العالم تخلو من المناورات التنظيمية. نعم. طيب، إذن نبدأ هذه الحلقة كالعادة بمحاورها. من محاور هذه الحلقة: لماذا تعاني مؤسساتنا من مناورات تنظيمية تجعل العمل المؤسسي أشبه بساحة حرب بين الموظفين؟ لماذا يحصل الصراع بين الإدارات المختلفة؟ كيف تعرف الموظفين أصحاب النفوذ حتى لو لم يكونوا في أعلى سلم السلطة؟ ما المجالات التي يكثر في الصراع التنظيمي داخل المؤسسات؟ كيف نقضي على التكتلات الإدارية والصراعات التنظيمية؟ ما المجالات التي يكثر فيها الصراع التنظيمي داخل المؤسسات العامة والخاصة؟ هذا ما سوف نعرفه في حلقتنا هذه من برنامج الكتاب فكرة. رحبوا بمشاركاتكم مستمعين الكرام عبر صفحتنا على فيسبوك الكتاب فكرة، وعلى هاتف البرنامج 1768848888. أهلا بكم مستمعين الكرام. وتبدأ المناورات التنظيمية الآن في مؤسسة الأعمال، طبعا مناقشتها وليس المناورات بحد ذاتها. المناورات التنظيمية في مؤسسات الأعمال، أولا ما أهمية هذا الموضوع أستاذ فالح؟ لماذا نطرقه ولماذا نحتاج الحديث فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة الكثير من الناس عندما يسمع أن المناورات التنظيمية تدرس أو هناك كتب تتحدث في هذا الموضوع بالتحديد، تستغرب كيف هناك كتب وهناك دراسات تناقش مثل هذا الموضوع اللي فيه نوع من الحساسية.
المناورات التنظيمية غير الرسمية التي تحدث في منظمات الأعمال، ولكن الحقيقة مختلفة تماما، فهذا موجود وهذا علم وتكلم فيه الكثيرون، ولعل كتاب صدر في 1998 وترجم في مكتبة العيكان 2006 وهو بعنوان كيف تمسك بزمام القوة لمؤلفه روبرت جرين، من الكتب التي أثارت ضجة كبيرة في الأوساط السياسية ورجال القيادة الإدارية في الدول الغربية ككل، لأن هذا الموضوع تكلم عن خلينا نسميه فقه الواقع في المناورات التنظيمية. جميل. تحدث عن ما يتم وما يحصل في أي مؤسسة موجودة في العالم، أي مؤسسة لابد أن يكون فيها نوع من المناورات التنظيمية، لكن مستويات هذه المناورات تختلف من مكان إلى آخر، فيمكن أن نلمحها أحيانا في أوجها وفي شدتها، وهناك في مؤسسات نجد أنها على مستوى وإطار ضيق جدا، وهذا يعتمد على مجموعة من العوامل سنناقشها إن شاء الله أثناء الحلقة. طيب، الفكرة الرئيسية التي تدور حول المناورات التنظيمية أو كتاب روبرت جرين كيف تمسك بزمام القوة، هي مبدأ أصله ميكافيلي قبل قرون، القرن السادس عشر تقريبا، وهو مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. من أجل أي غاية تريدها تستطيع أن تمارس أي وسيلة وتقوم بأي وسيلة وتستخدم أي شيء تريده في تحقيق هذه الغاية، بغض النظر عن الغاية كانت غاية نبيلة أو غاية غير ذلك. الكتاب اللي هو روبرت جرين حط 48 قانون في المناورات التنظيمية، فأنا بس بعطي عينة سريعة عن مجموعة من ببدأ بالقانون الأول وهو قانون لا تشرق أكثر من السيد. لا تشرق أكثر من السيد، وهي نصيحة يوجهها للعاملين في المؤسسات. هذه أول القواعد، أول قاعدة بدأ فيها لا تشرق أكثر من السيد، فيقول فيها من ضمن شرحه في هذه القاعدة، يقول اجعل من فوقك دوما يشعرون بتفوقهم ورغبتك في إرضائهم وإثارة إعجابهم. وفي الكتاب يذكر بعض النماذج والقصص التاريخية التي يعزز فيها هذا المبدأ، فذكر قصة لفوكيه وهو وزير المالية في حكومة لويس الرابع عشر في تقريبا عام 1961 في القرن السابع عشر. في هذه الفترة، في هذه الحقبة الزمنية تحديدا، لما فوكيه كان وزير للمالية وأراد أن يعني يترقى في المناصب شوي، بالذات أنه كان يعتبر رجل دولة قوي، فقام بعمل احتفال كبير وبنى قصر ضخم جدا للملك، ترى بنى قصر ضخم جدا للملك لويس الرابع عشر، وعمل احتفال كبير وجمع فيه من جميع الأطعمة والمناظر الخلاب، ما خلى شيء ما سوى في هذا الاحتفال، لكن وقع فيه إشكالية كبيرة، أنه حينما كان يأخذ الملك لويس الرابع عشر ويمر به بين الضيوف ويريه الحدائق والمناظر والكذا، كان هو يلمع أكثر من السيد، أكثر من لويس الرابع عشر. الناس كانت تنظر، ما شاء فوكيه، صراحة الشغل صح، فوكيه عبارة عن وزير ممتاز رجل دولة والملك ماشي معاه. فالملك كما يقول روبرت جرين، يبدو أنه هذه الكلمات وهذه هذا الموقف خلاه يقع في نوع من الإحراج اللي ما نساه، لذلك تم تدبير في حصلت مؤامرة وتم تدبير تهمة الاختلاس لهذا الوزير فوكيه، وسجن 20 سنة حبس انفرادي حتى مات في السجن، 20 سنة نتيجة لمعانا أكثر من السيد. بالمناسبة قد يناقشني البعض أن هذا المثال مثال فاقع، لكن حطوا بالكم دائما عندما نطرح الأمثلة لابد أن تكون فاقعة، تكون فاقعة حتى نوصل الرسالة، حتى نوصل الغاية والهدف من هذا المثال الفاقع. فهذا المثال الفاقع يبين لنا أن اللمعان أكثر من السيد له عواقب، وعواقب قد تكون وخيمة، خصوصا عندما يكون هذا السيد في يده مقاليد الأمور في هذا البلد أو ذاك البلد أو في تلك المؤسسة. فهذه إحدى القواعد. قانون آخر يقول دع الآخرين يعتمدون عليك. شلون يعني؟ فيقولك لكي تضمن ولاء الآخرين عليك أن تبقى مفيدا لهم، كلما زاد استعبادك للآخرين زادت حريتك، وكلما اعتمدت سعادة الآخرين وقوتهم عليك كلما أحكمت قبضتك عليهم، فاحذر أن تعلم الآخرين ما يكفيهم للاستغناء عنك. لا تعتقد أن اعتماد المدير أو الرئيس عليك سيجعله يحبك، فالصحيح أنه سيحب فائدتك ويخشى فقدانك.
ميكافيلية في أفقع أشكالها وفي أكثر أذكر أشكالها لمعانا. لذلك إحنا نستطيع اليوم أن نفسر الكثير من الأمور التي تحدث في بعض المؤسسات، وهي أن في ناس ما عندهم استعداد أن يعلم الآخرين ما الذي يقوم به. أسرار الصنعة نعم، ما يعطيها الهدف. هو في هدف رئيسي، مو أنت إذا علمت الناس صنعتك والأمور اللي تقوم فيها ممكن يستغنون عنك في أي لحظة، ممكن يأخذون واحد بديل، عمل نماذج ثانية تقوم مكانك مباشرة فيتم الاستغناء عنك. أنا أتوقع لو أنا أقول هالكلام في ناس تحضر في بالهم صور لزملاء معينين في مؤسسات مختلفة. طيب، بعد هذه الفكرة البسيطة عن القوانين التي تكلم عنها روبرت غرين في كتابه، يرد مصطلح الميكافيلية كثيرا وقد ذكرته أيضا في حديثك. ما المقصود من الميكافيلية؟ هل المقصود فقط الغاية تبرر الوسيلة؟ الميكافيلية هي مصطلح مرتبط بشخص معين، شخص مشهور جدا، نيكولا ميكافيلي. نعم، نيكولا ميكافيلي، وهو مذكور في كتاب مايكل هارت العظماء المائة الأكثر تأثيرا على مجرى البشرية، تقريبا 97 رقمه. نعم. فهذا الرجل من الشخصيات اللي كان لها تأثير جدا في التاريخ الإنساني الحديث تحديدا. معظم نظريات ميكافيلي تم دراستها وتم إبرازها ومن خلال دراسات مختلفة وبحوث مختلفة في القرن العشرين بالمناسبة، رغم أن ميكافيلي ولد في فلورنسا بإيطاليا عام 1969 وتوفي أيضا في فلورنسا في عام 1527. نتكلم عن القرن بين القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر. وكان هذا الرجل مفكر وفيلسوف وسياسي إيطالي محنك، ودخل في قلب الصراعات السياسية التي تحدث في البلد وأروقة السياسة واتخاذ القرارات، وكان رجل دولة بمعنى أنه استطاع معرفة الكثير من المناورات التي تتم في المؤسسات بالمؤسسات الرسمية، خصوصا أنه وصل فترة إلى سكرتير، يعني خلينا نقول رتبة عالية في الدولة. ذلك المطلع على معظم المؤسسات التنفيذية في الدولة وعرف كيف تتم المناورات، بارزا في البلاط كان. نعم. ثم فيما بعد أن سقطت الحكومة اللي هو كان شغال فيها وعادت الحكومة الأصلية السابقة لها، تم نفيه، حتى ما تم إعدامه، تم نفيه في مزرعة خاصة فيه كانت موجودة، وألف هناك كتاب يعتبر الكتاب الأشهر، لا مجموعة من الكتب لكن هذا هو الكتاب الأشهر اللي غير مجرى التاريخ، وهو كتاب الأمير. وبالمناسبة احنا في حلقة سابقة قبل شهور في الكتاب فكرة تناولنا كتاب الأمير وفصلنا في بعض الأمور الأساسية والمبادئ والفلسفات التي قامت عليها، ممكن في صفحة الكتاب فكرة على الإنترنت الحصول على الحلقة السابقة لمن يريد أن يستزيد من فلسفة ميكافيلي تحديدا. وبالمناسبة ميكافيلي لما ألف كتاب الأمير وأهداه لحاكم المنطقة، تم وضع الكتاب في الرف وبقي على النفي حتى مات وحيدا فريدا، ولا كان في أحد عارفه ولا أعطي أي قيمة أصلا، والكتاب ما شهر إلا بعد وفاة ميكافيلي بفترة من الزمن. لذلك ميكافيلي عندما نذكره فنحن نذكر الانتهازية والوصولية والغاية تبرر الوسيلة والتسلق على أكتاف الآخرين. ده أشوف ارتبط اسمه الحقيقة في مجموعة من المبادئ السلبية الهدامة، سواء على المستوى السياسي أو المستوى الإداري، كما في منظمات الإدارية التي نتكلم عنها، رغم أن الكثير من الفلاسفة الغرب والمفكرين الغرب يرونه أنه يعتبر بالمناسبة رسول، يعتبر نبي للحضارة الغربية، أحد الأنبياء الرئيسيين. نتكلم عن المستوى الأيديولوجي وليس على المستوى العقدي. الدين احنا عاده النبي والرسول مرتبط بالمساله الدينيه. انا هنا بس كتشبيه مجازي انه يعتبر كما يصفونهم، هم يصفونه بانه نبي الحضاره الغربيه، لانه جاء بمبادئ اصبحت الان معززه ومتاصله في جميع المجالات التي تقوم عليها الحضاره الغربيه والنظره الماديه للامور. طيب، الحديث عن المناورات التنظيميه، الا يمكن اعتباره نوعا من التشجيع على مثل هذه السلوكيات؟ نحن نذكر يعني نيكولا ميكافيلي، ونذكر أيضا ما قاله في كتاب الأمير، قبل ذلك أيضا ذكرنا روبرت غرين وكتاب كيف تمسك بزمام القوة. ألا نشجع على هذا عبر الهواء يعني؟ جميل السؤال.
عندما نتناول مثل هذه الموضوعات التي أصبحت فلسفة وأصبحت سياسة متبعة من قبل كثير من الأشخاص وأصبحت منهج حياة، فإحنا نسعى للحديث في هذا الموضوع إلى تعزيز مجموعة من النقاط. طيب. النقطة الأولى هي المقولة الشهيرة تم الاختلاف فيها، المقولة لمن، لكن هي غالبا لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. والتي يقول فيها: لست بالخب ولا الخب يخدعني. يعني لست بالمخادع الذي يخدع الآخرين، ولا يمكن لمخادع أن يخدعني. هذا شيء إحنا نعزز، نريد المؤمن الكيس الفطن اللي يعرف أساليب الآخرين الملتوية في السيطرة وفي المناورات، سواء في بيئة العمل أو في أي بيئة أخرى. لازم نحن نشوف، يعني حتى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم. مطلوب من الإنسان المسلم أن يكون كيس فطن، أن يكون ذكي، أن يحاول أن يتفحص الأمور المحيطة فيه، ما يكون إنسان على مثل ما المصطلح الدارج يقول على البركة، على نياته، على نياته. لا نريد الإنسان يكون بهذا الشكل. جيد أن يكون طيب، وهذا كلام راح أتكلم فيه. أن يكون طيب وأخلاقه جيدة، هذا شيء يدعو له الإسلام والدين والأخلاق الفاضلة والقيم الإنسانية العالية، هذا شيء. لكن أن تكون مدرك لما يحدث حواليك، وأن تكون تعرف المناورات التي يقوم بها الآخرون، أيضا شيء مهم جدا في حياة أي إنسان. أكثر من ذلك، روبرت جرين، وأنا قرأت المقدمة، المقدمة في حد ذاته في كتابة قبل الدخول في القوانين 48، فيها مجموعة من القوانين، قوانين جميلة جدا، وبعض الفلسفات وأمور وجدتها الحقيقة مهمة وجميلة. منها مثلا يقول، يعني قاعد أعيد الصياغة الحين لبعض كلماته، يقول أن من أفضل أنواع المناورات التنظيمية التي يمكن أن يقوم فيها الإنسان أن لا يقوم بمناورات. شلون؟ عن طريق أن يكون مخلص، وأن تكون أخلاقه طيبة، وأن يكون بعيد كل البعد عن الدخول في المناورات. هذا بحد ذاته يمثل نوع من القوة لأي إنسان. لذلك إحنا ندعو أن يكون الإنسان مستقيم في عمله، وأن يكون مخلص في عمله، يحافظ على الانتظام في العمل، ويحافظ على إنتاجيته العالية في العمل. نريد من الإنسان أن يكون بهذا الشكل، لأن هذه في حد ذاتها هي نوع من المناورات التي تعيق أي تصيد للآخرين، لمن يسعون للمناورات. وإحنا راح نتكلم عن بعض الأساليب. لما تكون أنت مطبق على مبدأ، يعني تسير على مبدأ الاستقامة والإخلاص في العمل والإنتاجية العالية، لن يستطيع أحد أن يخترق وأن يدخل عليك مطلقا، ستكون سفينتك ماشي من أحسن ما يكون. فهذا الشيء اللي إحنا ندعو له في حديثنا. لذلك هو يقول من أفضل أنواع المناورات اللي يراها روبرت جرين هو الإخلاص، لأن الإخلاص في حد ذاته خطة لاكتساب السلطة فعلا، وهي أصلا طريقة تعطيك القبول من الآخرين، رغم أن فيها مشكلة كبيرة جدا. عندما تكون مستقيم أحيانا تضطر للدخول في صدامات ذات اليمين وذات الشمال مع الأشخاص اللي ينتقصون من قيمة العمل ومن قدر العمل. طبعا شلون أوازنها؟ أنا وجدت أن عندنا لدينا بعض الأحاديث اللي تعزز من مبدأ الابتعاد عن الصدام. يعني ما نزع الرفق، ما نزع من شيء إلا شانه، وما وضع في شيء إلا زانه. فالمسألة تحتاج إلى أن يسدد الإنسان وأن يقارب في علاقته مع الآخرين، لكن لا تكون عملية فيها مداهنة على حساب القيم والأخلاق المطلوبة من الإنسان. كذلك في شيء مهم، ترى من الجيد أن تكون فطن وأن تكون منتبه حتى لأصدقائك بالمناسبة. وهذه الكلمة أعجبتني لروبرت جرين، يقول: علينا أن لا نحكم على الخصم من خلال نواياه، بل من خلال تأثير أعماله. يعني يا جماعة لا ننشغل إحنا في نوايا الآخرين، النوايا السيئة والسلبية للآخرين، ونقع في فخ التكهنات والقيل والقال. هذا شيء متعب أول شيء للنفس، ومحبط للعزيمة، ويخليك تدخل أحيانا في الجدار. أنت ما تقدر تنجز وأنت معظم وقتك منشغل بنيات الآخرين. لا تفكر بهذه الطريقة، اللي همك أنت نتيجة وتأثير أعمالهم. وبالمناسبة قد يكون الصديق أحيانا أسوأ من العدو. قصة الدب الأحمق المشهورة في الأدب في التاريخ العربي، ذاك الدب الأحمق اللي كان شديد العطش في الصحراء وكاد أن يموت. ما أدري دب في الصحراء ما تصير صح، المهم هذه كما تروى يعني. طيب. فكان شديد العطش لدرجة أنه كاد يموت، فوجد رجل في الصحراء فأسقاه ماء، فعاش الدب بدل ما يموت من العطش. بعدين حب يرد الجميل لهذا الرجل. الرجل راح نام تحت صخرة أو تحت شجرة، بعد شجرة في الصحراء، اعتبرها واحة يا أخي،
ندخل احنا في مشكلة في اذا بنحلل عقليا المثال قد تكون صحراء في اوروبا. طيب. صحراء في اوروبا. طيب. فلما ذهب الرجل لينام كان هناك ذبابة، ثم الذبابة مزعجة تطلع فوق وتنزل تحت. فالدب اراد بحسن نية، لاحظ معي حسن نية، طيب، ان يريح الشخص اللي انقذ حياته، فاخذ حجر كبير وضرب به الذبابة بالرجل، قتل الذبابة وقتل الرجل مرة واحدة. هذا كان نيته صحيحة، لكن النية لا تكفي. نعم. أحيانا فعلا علينا أن نحذر حتى من الأصدقاء ومن الأشخاص المحسوبين علينا، لأنهم قد يسيئون لنا كما يسيئون لأنفسهم. نعم. مسألة ثانية أيضا أذكرها في الكتاب، يذكر أن قول معاي، عارف شو بقول؟ لا نسيتها. طيب شرايك نتذكرها بعد الفاصل؟ طيب بعد ناخذ فاصل وبعدين نرجع إن شاء الله في الكتاب فكرة. نحن دائما متفائلون حتى وإن تكلمنا عن المناورات التنظيمية. طبعا التفاؤل عنصر مهم جدا حتى في المناورات التنظيمية. كن متفائل دائما عندما تكون مستقيم أنك إن شاء الله في الطريق الصحيح والسليم رغم كل الإشكالات اللي ممكن تحدث معك في الطريق. طيب ما الذي كنت تود أن تضيفه؟ السمعة. الفاصل. السمعة. روبرت جرين يؤكد على أن السمعة تعتبر أهم ما يجب أن يحافظ عليه أي موظف في المؤسسة. السمعة إذا خدشت أو كسرت لا سمح الله، فالإنسان يقع فعلا في مأزق كبير، ويعد انكسار السمعة وزوال سمعة أي إنسان يعتبر خطر كبير جدا عليه. روبرت جرين طبعا يطرحها مو من شكل أخلاقي مطلقا، لا، هو عشان يقول لك إذا كانت سمعتك ممسة ومنكسرة لا يمكن أن ترتقي في سلم السلطة مطلقا. ويحضرني الآن مقولة جميلة جدا، لا أعرف هي كانت حديث أو لكن أظنها ليست حديث، وهي رحم الله من جب الغيبة عن نفسه. جميل. حتى لو كنت في بيئة العمل حاول أن تبتعد قدر المستطاع عن كل ما يمس من هيبتك الشخصية وسمعتك في المؤسسة اللي تعمل فيها. هذه مسألة مهمة جدا. طيب الانشغال في المناورات التنظيمية بين الموظفين وانشغالهم هم بهذه المناورات التنظيمية، ألا يبعث بالإيجابية للمدراء في المؤسسة سواء كانت عامة أو خاصة، أو يساعد على انشغال الموظفين في العمل؟ على فكرة هذه من الأفكار الخاطئة تماما 180 درجة. فكرة أي مدير في أي مؤسسة أن انشغال الموظفين في بعضهم البعض والدخول في مناورات وفي صراعات وفي مطاحنات أنه يفيد العمل، هذا كلام خطأ فادح وخطأ كبير جدا وخطأ استراتيجي في العمل. وأحب أستشهد في مقولة لإيريك هوفر، عالم الاجتماع الأمريكي إيريك هوفر، صاحب الكتاب المشهور جدا اللي استشهد فيه إيزنهاور، الرئيس الأمريكي إيزنهاور الرئيس الأمريكي السابق، وهو كتاب المؤمن الصادق، أفكار حول طبيعة الحركات الجماهيرية، وأيضا حتى لو في حلقات سابقة في أربعة أجزاء. نعم. يقول فيها، شوف خذت نص حرفي، يقول إيريك هوفر إن رب العمل الذي يود إبقاء عماله منهكين في العمل واستخلاص كل ما يمكن استخلاصه من جهودهم لن يحقق هدفه بإثارة الفرقة بينهم وتحريض العامل على العامل. إن مصلحته تتطلب أن يشعر العمال أنهم جزء من مجموعة، وأن هذه المجموعة تشمل رب العمل نفسه. إن الشعور العميق بالتضامن سواء كان عرقيا أو قوميا أو دينيا هو خير ضمانة ضد الاضطرابات العمالية. فهذا عالم الاجتماع يؤكد على أن كون بيئة العمل بيئة حاضنة وبيئة جيدة وجميلة ولا يوجد فيها أي نوع من المناورات وأي نوع من المطاحنات، هي هذه البيئة النموذجية التي سيسعى الأفراد سعي حثيث جدا لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها المنظمة. تريد أن تقيم منظمة أو مؤسسة وتسير باتجاه مضطرد نحو القمة والصعود والنجاح الفائق، عليك أن تجعل الجو نظيف في المؤسسة. ترى المناورات هي عبارة عن معارك،
الدولة حتى الدولة القوية عندما تدخل في معارك وصراعات مع دولة ثانية حتى لو كانت ضعيفة هي خسران يا أخي، خسرانة خسارة كبيرة جدا. صح. فالدخول في المناورات له تأثيرات سلبية جدا على أهداف المنظمة، على بيئة العمل الطاردة، ومن تطرد بالمناسبة ستطرد مو الناس الفاشلين، أبدا مو الناس الفاشلين، بيئة عمل غير مناسبة لن تطرد الفاشلين، لأن الفاشلين لن يجدون أصلا فرص أخرى في أماكن أخرى، لكن ستطرد المبدعين القادرين على الإنتاج، لأن المبدع والقادر على الإنتاج والذي يسعى لمصلحة العمل والوظيفة التي يعمل بها لن يقبل أن يدخل في مناوشات جانبية، لن يقبل أن يضيع وقته هباء منثورا عشان والله في فلان تكلم عليه وفي واحد ثاني حاول يطعن فيه وهناك من ينتقص من أعماله ومجهوداته الكبيرة. طيب هل لن يتحمل أنه سيكون ملانا يعني بسكوته أو يعني بعدم انضمامه في هذه المناورات؟ لا أنا ما أقول، أنا ما أقول هذا الشيء، أنا أتكلم عن نقطة ثانية مختلفة تماما، إحنا ممكن بعدين ندخل في التفاصيل تصير الصورة أوضح، بس اللي أقوله أن البيئة البيئة ذات الصراعات والمناورات التنظيمية الكثيرة بيئة طاردة إجمالا، وطاردة لمن؟ للعقول وللمبدعين ولأصحاب الهمم الكبيرة ولأصحاب الإنتاجية العالية، ما يقبل التركيز في العمل أصلا أبدا. في قصة أحب أذكرها يذكرها الدكتور عبد الحميد القضاي، يقول كنا في مؤتمر عن تأثير القيم والأخلاق في المنظمات إجمالا أو في الإنتاجية، فقول طلع بروفيسور أمريكي أو لا أذكر الجنسية عشان المصداقية أكثر، طيب بروفيسور أجنبي، وبدأ يتكلم عن تأثير القيم في العمل على الموظفين، فقال حصل معي موقف، بدأ يذكر هذا البروفيسور الأجنبي موقف حصل معاه في الشركة اللي هم فيها. يقول استدعتني إحدى الشركات عشان أقوم بعمل، كانوا حابين يعينون مجموعة من المدراء وبرواتب عالية جدا ومجزية، واللي كأنهم بيعينونهم يمكن 5 أو 6 عدد محدود جدا، لكن لأن هذه الشركة كانت شركة كبيرة طيب فتقدم لها أكثر من 500 شخص. قمنا يقول أول ما بدأنا نشوف طلبات التوظيف في العمل وشفنا منها المناسب وغير المناسب، بدأنا يعني نسوي نوع من الفلترة لكل الطلبات الموجودة، التصفية نعم. بعدين بدأنا في مقابلة أولى عشان نختار الأشخاص المناسبين، فكان العدد قل، بدأ يقل العدد يوم سووا هذه عمليات تصفية حتى المقابلة. فيقول عادة يعني أول ما يدخل عندنا واحد في المقابلة إحنا نبدأ نبادر بالأسئلة ونسأله عن أمور خاصة فنية في العمل وعن الشركة وطبيعة العمل والمنجزات وما إيش ممكن يقدمه للعمل، وفي ناس يناقشونه في الراتب إلى آخره. فأحد الداخلين يقول واحد دخل علينا مختلف تماما، أول ما قعد قال بس لحظة قبل ما نبتدي في أي شيء، هذا اللي طالب الوظيفة دخل على اللجنة اللي بتقابله مجموعة من الدكاترة والمسؤولين، وقل لهم أول ما دخل أنا قبل ما أتكلم معكم في أي شيء أنا بقول لكم عندي شرط في العمل. يقول الدكتور إحنا استغربنا، أنت الحين مين محتاج الثاني؟ أنت محتاج، أنت مقدم وظيفة عندنا، خليه يوافقون، إحنا نحط شروط حبيبي مو أنت تطرح شروط. يقول والله باب الفضول بس صرنا، يقول قمنا نطالع في بعض، قلنا شنو شرطك؟ قال لهم أنا أسلمت قبل فترة بسيطة وديني الإسلامي يأمرني بالصلاة، فأنا بالتأكيد أوقات العمل بيكون فيها بمر علي فيها صلاة وغالبا صلاة الظهر، فلذلك أنا لازم أقتطع وقت جزء من عملي في الصلاة، لكن أنا أوعدكم أن وقت الصلاة بعوضها في نهاية الدوام، إذا أخذت 10 دقائق بعوضها في نهاية الدوام 10 دقائق، ربع ساعة ربع ساعة، هذا شرطي، إذا أنت وافقتوا عليه من الحين خلنا قبلوني، إذا ما وافقتوا عليه خلاص خلني أطلع. طيب هم طبعا كانوا الحقيقة في نوع من الانبهار، شيء غير مختلف تماما، شركة كبيرة من أكبر الشركات والمجموعة من الدكاترة والخبراء والمسؤولين قاعدين، ويدخل عليهم واحد طالب وظيفة يحط شروط. يقول شفنا المقابلات وانهينا المقابلة، وبعدين كان في تقريبا مجموعة من خلاص المرشحين، وكان الوظيفة هذه الأخيرة نبي واحد فيها وكان في أكثر من مرشح، فيقول اتفقنا جميعا أن نختار هذا الشخص اللي دخل علينا واشترط، كان عنده المؤهلات اللازمة وكان عنده يعني إنسان واضح وصريح، واضح أنه عنده نوع من الالتزام، التزام بالقيم والمبادئ، هو ما يهمهم التزام ديني ملتزم أو لا.
يقول فقبلناه في الوظيفة، وأنا عزمت كنت عازم إني أتابع أشوف هو صادق في كلامه إنه هو إذا خذ 10 دقائق ممكن بيعوضها أو لا. وتابعت عدة أشهر، فسأل أحد الحضور قال له شنو كانت النتيجة؟ طيب هو قال تابعته وجدت إنه فعلا كان صادق، فسأل أحد الحضور شنو كانت النتيجة؟ فقال البروفيسور الأجنبي اللي كان يتكلم في هذا المؤتمر قال النتيجة إن أنا أسلمت الحمد لله رب العالمين. أنا بعد ما رأيت هذا النموذج، الإنسان الملتزم بالقيم والملتزم بتعاليم دينه واللي كان صادق في كلامه وكان عنده قيم أخلاقية عالية، أنا في النهاية ما تملكني إلا أن أدرس ما هذا الدين الذي يأمر بهذه الأوامر وفي عنده نواهي معينة ويطبقها الإنسان بهذا الشكل الجميل، فأسلمت الحمد لله. هو ما عاش في الوطن العربي ها؟ يعني هذا يلعب برسالة المقصر من أمثال الذي يعني يضيع ساعات يعني بحجة أنه يصلي أو بحجة أنه يعني يقوم بأمر متعلق بالإسلام، فبالتالي يعني يكره ربما يعني أو يشوه صورة الدين الإسلامي في فكر هذا المدير الأجنبي الذي قد لا يعلم أي شيء عن الدين. صحيح لا شك. طيب الآن بعد أن كنا في ديباجة نعتبرها الآن عن مناورة تنظيمية، نسمع عن المناورة العسكرية يعني بين حلف الناتو وبين لا أعلم في الأخبار، لكن أيوة. المناورة التنظيمية ما هي الآن؟ عندما نتحدث عن المناورات التنظيمية فالمناورات التنظيمية باختصار شديد تعريف بسيط هي تلك الأنشطة التي تقع خارج نطاق الدور الرسمي للفرد في المنظمة. احنا نحدد الآن المناورات التنظيمية كل الأنشطة، أي نشاط في بيئة العمل ويكون خارج نطاق الدور الرسمي، هذا يعتبر نوع من المناورات التنظيمية سواء كان هذا النشاط إيجابي أو سلبي. بنلاحظ أن احنا معظم شغلنا مناورات، مو شغل للمؤسسات اللي نشتغل فيها، هو شغل مناورات تنظيمية وتكتيكات تنظيمية. مرة ثانية، هو تلك الأنشطة، أي أنشطة تقع خارج نطاق الدور الرسمي للفرد في المنظمة. وحينما نتكلم عن المناورات التنظيمية فنحن لابد أن نتكلم عن القوة والنفوذ. والمناورات التنظيمية ترى فيها دخول، فيها تداخل بين القوة والنفوذ، لأن القوة والنفوذ لأي مسؤول أو لأي موظف داخل المؤسسة إن تم استخدامه في خارج عمل المؤسسة، في خارج نطاق نشاط المؤسسة الفعلي، هذا يعتبر نوع من التنظيم، نوع من المناورات التنظيمية. تمام؟ هذا باختصار شديد التعريف الأبسط. احنا عادة نحب في التعريف نعطي تعريف بسيط على الأقل يكون واضح للمستمع. طيب. إذا مرة ثانية، أي نشاط يقع خارج نطاق الدور الرسمي للفرد داخل المنظمة يعتبر مناورات تنظيمية. طيب في مؤسسة العمل وأيضا غيرها من المؤسسات هناك مصطلحات متعارف عليها ربما تختص بمناصب، تختص بأعمال جانبية، السلطة، القوة والمسؤولية، ما الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة؟ جميل، يحدث خلط كبير جدا على فكرة بين بعض المصطلحات المستخدمة في بيئة الأعمال، كأن تكون السلطة كأنها تكون يعني بذات المسؤولية ربما. أي نعم صحيح. بذات القوة. بالنسبة للقوة هي القدرة، شوف القوة هي المسألة الأعم والأشمل. القوة هي الأعم والأشمل، خلنا نبدأ فيها، هي الشيء الأكبر. القوة عادة هي القدرة على التأثير في القرارات والسيطرة على الموارد. ولاحظ نحن نتكلم عن القوة بنظرة مؤسسات الأعمال، نتكلم عن مناورات التنظيمية ونعرف القوة، احنا ما نتكلم عن القوة وفق منظر القوة الناعمة كما يطرحها جوزيف ناي في كتاب القوة الناعمة في السياسات الخارجية، ولا نتكلم عن القوة في بالنظرة الفيزيائية قوانين القوة والحركة وقوانين نيوتن، لا نتكلم الآن عن القوة وفق منظور بيئة الأعمال. فالقوة في بيئة الأعمال مرتبطة بالقدرة على التأثير في القرارات والسيطرة على الموارد. أي فرد في المنظمة لديه القوة أو لديه القدرة على التأثير على قرارات المنظمة، مرة ثانية، أي شخص في أي منظمة كان مسؤول كبير في أعلى السلطة أو مسؤول مو مسؤول موظف عادي لكن لديه القدرة على التأثير في القرارات داخل المؤسسة أو السيطرة على الموارد، هذا يمتلك قوة. تمام؟
جميل واضحة؟ واضحة ما أحتاج أعيد. طيب خلنا ندخل في السلطة. السلطة هي أمر ثاني. السلطة عادة هو الحق القانوني الشرعي. احنا السلطة الحين نتكلم عن شيء قانوني شرعي في إصدار الأوامر للآخرين للقيام بعمل معين، وتعتبر أحد مصادر القوة. فتجد أن المدير العام لأي مؤسسة يمتلك قوة السلطة في المؤسسة، لكن هذا المدير لو يقابل موظف برا، راح يسافرين برا مثلا في دولة خارجية، للحق أن يقول له سوي لا تسوي، ما لحق خلاص خارج نطاق العمل، ما له أي سلطة على الإنسان. احنا نتكلم عن بيئة الأعمال. فالسلطة هي الحق القانوني الشرعي في إصدار الأوامر للآخرين للقيام بعمل معين، وتعتبر السلطة أحد مصادر القوة والنفوذ في أي منظمة. لها مصادر كثيرة، من ضمن المصادر الرئيسية السلطة التنفيذية، وهي سلطة حق إصدار الأوامر ولا يجوز رفضها مطلقا، وهناك سلطة استشارية بس هذه أقل شوي. السلطة الاستشارية هي الحق في تقديم النصح والاستشارة، لكن هل هي ملزمة لأحد؟ تعال حبيبي شاورني، ملزمة لك مطلقا. لذلك الجهات الاستشارية في أي منظمة هي عندها ماشي، ممكن تقوم ببحوث دراسات معينة، ممكن تشاور، تقدم استشارات إن احتاجت. أحيانا هي تقدم استشارات إجمالا تمام للإدارة، للإدارات المختلفة، لكن ليست، لا تعتبر قوة كبيرة. هي بس قوة أن تعطي استشارات، لكن ليست بقوة السلطة التنفيذية. الآن ما هي المسؤولية؟ المسؤولية هي التزام الفرد بتنفيذ الواجبات والأعمال التي تعهد إليه من سلطة أعلى. مرة ثانية، المسؤولية هي التزام الفرد بتنفيذ الواجبات والأعمال التي تعهد إليه من سلطة أعلى داخل المنظمة. هو يسمى مسؤول. مسؤول إذن سوف يسأل. مسؤول مثلا مسؤول علاقات عامة. إذا أنت مجبر على تنفيذ كل ما يخص بالعلاقات العامة مع المجتمع الداخلي أو المجتمع الخارجي، مع الزبائن الخارجيين أو المزبائن الداخليين، ومسائل عنها نعم أيضا. أنت مطلوب منك مثل المحاسب، مثل الكاشير. خلنا نعطي مثال بسيط. طيب الكاشير هو المسؤول عن الصندوق اللي أمامه، صندوق اللي دخل فيه الأموال وطلعها ويعطي الصرافة أو اللي يسميه الصندوق. نعم. أمين صندوق مسؤوليته الآن لازم المبالغ المالية الداخلة محسوبة وما يكون فيها أي خطأ. لذلك أمين الصندوق يتحمل إذا نقص عنده مبلغ في الصندوق الموجود لديه، يتحمل عليه يدفع قيمة النقص الموجود، هو مسؤول تمام. وبالمناسبة جميعنا بلا استثناء كل إنسان عليه مسؤولية معينة، كما في حديث الشريف الشهير، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الزوجة في البيت لديها مسؤولية، الأب لديه مسؤولية، السائق في الشارع أيضا عليه مسؤولية، الطالب عليه مسؤولية. ترى المسؤولية جزء أساسي من حياتنا الإنسانية. احنا كثيرا ما ننغمس وننشغل في حقوقنا، لكن مسؤولياتنا وواجباتنا احنا كثيرا ما نتغاضى عنها وننساها. وفي الوقت كما يرى مالك بن نبي، في الوقت الذي ننشغل فيه بمسؤولياتنا تجاه أنفسنا وتجاه الآخرين وتجاه الوطن وتجاه أعمالنا اللي نشتغل فيها، في هذا الوقت نعم ممكن أن نحقق شيء وأن نكون نتحرك من ذيل القافلة إلى رأس الهرم على مستوى الدول والمستوى الحضاري. تمام؟ إذن هذه المصطلحات الرئيسية فيما يتعلق بالقوة، القدرة على التأثير في القرارات والسيطرة على الموارد. بعدين تكلمنا عن السلطة، هي حق شرعي بإصدار الأوامر وهي نوع من القوة. وتكلمنا عن المسؤولية، هي التزام الفرد، التزامك تجاه شيء معين، تجاه جهة معينة بتنفيذ أمور أنت متعهد أو مجبر أو ملزم في تنفيذها. هذه الأمور إذا كانت واضحة الحين نقدر ندخل في عمق موضوع النفوذ والمناورات التنظيمية. طيب أنت ذكرت في المؤسسات هناك أفراد سواء كان منصبه رفيعا أو منصبه متواضعا، نعم، يملكون قوة أو نفوذا. من أين يستمد هذا الموظف البسيط المتواضع قوته ونفوذه إن كان كما تقول؟
خلينا نتكلم عن مصادر القوة الآن. علينا أن نعرف مصادر القوة في المؤسسات الأعمال حتى نعرف ليش ممكن يكون موظف بسيط جدا. جميل. موظف بسيط عادي لكن لديه قوة كبيرة جدا. نستغرب أحيانا أن هذا الموظف البسيط قدر مشي معاملة صار لها معلقة شهور طويلة. ليش السبب؟ ها يملك قوة. خلينا نشوف مصادر القوة. المصدر الأول للقوة في أي منظمة أعمال هي نفوذ المنصب الرسمي. أنت مسؤول، أنت مدير عام، أنت وزير، أنت مدير شركة، هذا يعطيك نفوذ. لكن بمجرد أن خلاص يروح المصدر، تروح المنصب، تخسر هذه القوة. عند النفوذ المنفعة، أولئك الموظفين في أستاذ حسن، أولئك الموظفين الموجودين في أي منظمة ولهم لديهم القدرة على إفادة الناس وتقديم منفعة للناس بغض النظر عن نوع هذه المنفعة، هم يمتلكون أيضا قوة في حد ذاتهم. الشخص اللي يقدر يمشي لك معاملات في أي مؤسسة يمتلك نوع من القوة، يسمى يعني بين قوسين واصل، على سبيل واصل. أيوه فلان والله واصل ما شاء الله عليه، مع أنه يعني موظف صغير لكن واصل، يقدر يروح إلى أعلى سلم الهرم ويحل لنا هالأزمة. إذا يمتلك قوة. ليش نبي نعرف القوة؟ عشان نعرف إذا عرفنا مصادر القوة نعرف الجهات المؤثرة بالفعل، عشان نترك موضوع النية. والله هو ما يحبني حبيبي، تركنا من يحبني، احنا في العمل إنسان يحبني وما يحبني، احنا علينا العمل الاحترافي، يتوجب أن نحط المشاعر شوي على جهة ونحاول أن نعمل بما يفيد المؤسسة اللي نعمل فيها. عندنا نفوذ آخر قائم على العقاب وتوقيع الجزاء. أي شخص في المؤسسة لديه القدرة، لذلك دائما مدراء الموارد البشرية، هو مو مدير عام، هو مدير موارد بشرية، لأنه هو اللي عنده الصلاحيات أن يوقع العقابات والجزاءات على الموظفين. ودائما مدير الموارد البشرية يعني يقدر يصل لأي موظف لأنه عنده التزامات معينة، الحضور الصباحي وموعد الانصراف، ساعات العمل، الاستئذان والخروج، فعنده مجموعة من الأمور اللي تعينه وتعطيه القوة على إيقاع الجزاء والعقاب في الآخرين. لذلك عادة مدراء الموارد البشرية لديهم قوة كبيرة في أي مؤسسة. مدير المالي هذه قوة المنفعة، المدير المالي أيضا لديه قوة كبيرة في أي مؤسسة. احنا على فكرة نتكلم عن المؤسسات، مو المؤسسات الصورية اسمها مؤسسة بس كل مقاليد الأمور يمتلكها شخص واحد. احنا نتكلم عن المؤسسة اللي تعمل ضمن إطار مؤسسي، بمعنى كل واحد عنده مسؤوليات وعنده مناصب معينة وعنده أعمال واضحة يقوم بها. أما شغل أن واحد هو اللي يتحكم في كل شيء داخل هذه المؤسسة، هذا ما نسميه عمل مؤسسي، حتى لو كانت اسم هذه المنظمة اسمها المؤسسة الفلانية، لكن هذا لا يعني أنها فعلا تقوم بعمل مؤسسي. كذلك النفوذ القائم على الخبرة. الشخص الموجود وصار لفترة طويلة في المؤسسة أيضا يمتلك قوة كبيرة، لأن عنده الخبرة للتعامل مع الأمور، لديه تراكم أيام وسنين في العمل، يعرف هذا الشخص اللي يعرف من أين تؤكل الكتف. ذلك أنا أنصح عادة الموظفين اللي توه داخل في مؤسسة معينة حديث عهد بالعمل، شوف الأشخاص اللي عندهم خبرة عشان واسمع لهم. والله نصيحتي دائما لأي واحد يدخل في منظمة، يا حبيبي أول ما تدخل تعرف على الأمور المحيطة فيك، اسمع أكثر من ما تتكلم. عندنا بعض الشباب مندفع يدخل في المؤسسة ويبتدي يتكلم ياخذ راحته مع الجميع، كل ما يشوف واحد يتكلم معاه خطأ. أنت ما للحين داخل بيئة جديدة ما تعرف عنها أي شيء، وهذا نوع من المناورات بالمناسبة، ها الحين قاعدين نعلم مناورات تنظيمية، لكن هذه تفيد شبابنا اليوم. خذ فكرة عن المؤسسة قبل ما تبتدي تكون علاقات، وقبل ما تبتدي تتكلم براحتك، قبل أن تكون تعرف من أين تأكل الكتف. لذلك الأشخاص ذوي الخبرة، وترى ما يشترط أن يكون الخبير صار له 10 ولا 20 سنة في هذه المؤسسة، قد يكون شخص لديه خبرة كبيرة في مجال عمل وينتقل من مكان إلى آخر. صحيح. هذا عنده الخبرة، هذا يمتلك القوة. الآن نوع آخر من القوة هو نوع مهم جدا، وهو نفوذ الإعجاب أو ما يسمى بالقوة المرجعية للشخص، بين قوسين الهيبة الشخصية، بالإنجليزي الكاريزما. الشخص الذي طيب. ها يعني بالعربي ولا شيء واضح. لا بالعربي ربما تكون الجاذبية يعني. طيب. في الكثير من الناس نعم يستخدمون المصطلح الأكثر هو الأجنبي، الكاريزما.
الكاريزما تعني الهيبة الشخصية، إنسان لديه هيبة، الهيبة في حد ذاتها قوة للشخص، وهذه القوة لا تزول بزوال المنصب، بل تبقى مع الإنسان حتى بعد خسارة المنصب، أو حتى مو شرط يكون عنده منصب لكن عنده قوة مرجعية. لذلك بعض الأشخاص اللي يمتلكون هيبة عندما يدخل في أي مؤسسة هذه الهيبة تضفي عليه نوع من الوقار وتعطيه قوة لدى عند الآخرين في عين الآخرين، فهذه مصدر من مصادر القوة. طيب. باختصار شديد، مصادر القوة: المنصب الرسمي، نفوذ المنفعة، النفوذ القائم على العقاب وتوقيع الجزاء، النفوذ القائم على الخبرة، نفوذ الإعجاب أو الهيبة الشخصية، بين قوسين الكاريزما. طيب، ننتقل إلى فاصل ومن بعده نواصل حديثنا عن المناورات التنظيمية في مؤسسات الأعمال. عدنا إليكم مستمعين الكرام، برنامج الكتاب فكرة في موسمه الثاني، نتكلم اليوم عن المناورات التنظيمية في مؤسسات الأعمال. سفالح، توقفنا قبل قليل عند الكاريزما، قبل أن ننتقل إلى باقي محاور حلقتنا، هل الكاريزما تكتسب من لبس معين، من ثقافة، من طريقة تحدث، من شكل، من مظهر؟ الكاريزما لها مصدرين، في مصدر أصلي موجود في الإنسان، بغض النظر عن هذا الإنسان هو يشتغل في منصب معين، وهناك كاريزما مكتسبة تسمى. إذن هو أمر فطري وأمر مكتسب. أي نعم. الكاريزما المكتسبة عن طريق ممكن منصب، مسؤول كبير في منصب معينة، أحيانا يكون عالم في شيء معين، خبير في مجال معين، اكتسب هذه الكاريزما. هي مكتسبة في النهاية، لكن بمجرد أن يفقد المنصب اللي هو موجود فيه تروح هذه الكاريزما. وأما الكاريزما الأصلية الموجودة في الإنسان فهذه لا تزول مطلقا. يعني سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام كما يذكر عنه أنه كان له هيبة كبيرة جدا، ما كان يرى إنسان إلا كان يبهر فيه عليه الصلاة والسلام. كاريزما أصلا متعمقة في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هيبة لا يمكن أن تخطئها عين مطلقا. والكثير من الشخصيات العالمية كذلك تمتلك نوع من الكاريزما، تمتلك نوع من الهيبة الشخصية. هتلر رغم أنك عفوا مو هتلر نابليون بونابرت، معناه كان رجل قصير وكان يوم عمره 20 ودوا إلى أحد المعسكرات، إلى جبهات القتال، عشان يقابل مجموعة من قادة الجيش المخضرمين. فلما دخل عمره 20 وقادة جيش مخضرمين، يعني صار لهم أكثر من 20 سنة يقاتلون في ساحات القتال وهو عمره 20، ومع ذلك يقول بعضهم وكانوا من معروفين عنهم الجلافة في التعامل مع الآخرين، لما دخل عليهم هتلر نابليون بونابرت يقول كثير منهم هذا الرجل يمتلك نوع من السحر لدرجة ان احنا ما عرفنا ايش نقول، ما عرفنا شلون نتعامل معاه. وهذا موثق في كتاب سيكولوجية الجماهير حينما تكلم عن الهيبة الشخصية، فلها مصادر كثيرة. العلم يعطيك هيبة بالمناسبة، واستطيع ان اقول ان العلم عندما يكتسب الانسان العلم فانه هيبة تصبح جزء اساسي منه. المعرفة تعطيك هيبة، العلم والمعارف بشتى العلم بشتى العلم بشتى العلم والمعرفة تعطيك أيضا نوع من القوة. لكن احنا نتكلم عن العلوم المفيدة للناس، العلوم التي هي محل تقدير وإجلال لدى الناس تعطيهم هيبة كبيرة جدا. تمام. البناء المعرفي، أنا لا أتكلم عن العلم الحين، أتكلم عن المعرفة. البناء المعرفي، الإنسان اللي يكون عنده لديه مخزون معرفي كبير جدا يمتلك نوع من الهيبة، وهيبته تطلع أول ما تكلم. ما تلاقي ناس يأسرونك في الكلام. صحيح. أي أنا والله تحضرني أسماء وشخصيات لك ما بذكرها، بمجرد ما يتكلم يبهرك خلاص، تندمج معه على طول لأنه عنده مخزون معرفي. وفي ناس أنت تشوفه تقول ما شاء الله تبارك الله، بس أول ما يتكلم أتذكر على طول مقولة أبو حنيفة، أنا لأبو حنيفة أن يمد رجليه. الله رجله خلاص مدي حبيبي، يعني كان شكل. لكن أما الاعتماد على الشكل والمظهر هي مهمة، لا أنكر أن المظهر له تأثير كبير جدا على الناس، وكما تثبتها بعض كتب علم النفس الاجتماعي. فن الانتقاء خذنا بند كامل فيما يتعلق بالمظهر وكيف يؤثر على الناس، بل أن طوال القامة في دراسة أمريكية، طوال القامة اللي قامتهم فارعة ما شاء الله وطوال، عادة رواتبهم أعلى من باقي الناس اللي في نفس مواصفاتهم
مواصفاتهم العلمية أو المهنية ب 12%، دراسة أمريكية هذه. فلا شك الحبيب له تأثير، تأثير كبير جدا، لكن علينا أن نفرق بين الكاريزما أو الهيبة الشخصية المكتسبة والهيبة الشخصية الأصلية الموجودة في الإنسان. في بعضها ترى ممكن تكتسب، مثل ما قلت لك المعرفة تستطيع أن تكتسبها، لكن هذه المعرفة عندما تكتسبها تصبح جزء لازم فيك، في تركيبتك. نعم. طيب نحن كأشخاص كيف يمكننا أن ندرك أو أن نقدر القوة والنفوذ في شخص ما أو في فرد ما من أفراد المؤسسة؟ أيوة، هذه مسألة مهمة. الحين الأخوة المستمعين ركزوا معي شوي، كيف يمكن أن تدرك وتقدر القوة لدى الآخرين في المؤسسة؟ ممكن واحد يقول لي أنا بمسك الهرم التنظيمي للمؤسسة وبشوف، بقول هذا حبيب الرسمي، هذا الرسمي. أحيانا ممكن يكون مدير لكن يعتمد على أحد الموظفين عنده اعتماد كلي، المدير ما يأخذ قرار بدون الرجوع لهذا الموظف. الحين من اللي عنده القوة، المدير ولا الموظف؟ الموظف. الموظف. لذلك خلنا مع بعض نأخذ بعض مظاهر القوة. أول شيء من خلال التعرف على مصادر هذه القوة، لأن في بعض الناس لديهم قوة الخبرة، فأنت تستطيع أن تعرف أن هذا الشخص بما أنه عنده خبرة كبيرة إذن هو يمتلك قوة. هذا الشخص لديه هيبة وكاريزما، وبالمناسبة هناك كاريزما دينية. عادة رجال الدين في أي ديانة، في أي، مو بس الإسلام، في أي ديانة لهم هيبة خاصة فيهم. صحيح. هيبة الدين ممكن يكون هو من أسوأ الناس في الأخلاق في التعاملات، لكن مظهر الديني يعطيه نوع من القوة لمجرد المظهر الديني. عموما فشوف أنت مصادر هذا النفوذ، هل هو يمتلك المعرفة؟ هل هو صاحب خبرة كبيرة جدا؟ هل لديه هيبة شخصية تعطيك هذه مصادر القوة؟ هل هو مسؤول في أعلى سلم الإدارة في هذه المؤسسة؟ إذا ممكن تقول عنه ويمتلك الصلاحية والقدرة على أنه يعطي الجزاءات والثوابات إلى آخره، إذن هو يمتلك قوة في هذه المؤسسة. تقدير القوة الحين من خلال التعرف على النتائج. بمعنى آخر، الأشخاص اللي ممكن ما يكونوا في سلم الإداري في الهيكل التنظيمي بارزين وواضحين، لكن لديهم القدرة والقوة أن يشيلون موظف ويحطون موظف ثاني، ويستطيعون مثلا أن يتسببون في زعزعة موقف أحد الموظفين، إذن هؤلاء يمتلكون القوة بغض النظر عن موقعهم التنظيمي داخل المؤسسة. كذلك تقدير القوة من خلال النفوذ والرموز مثل الألقاب. يعني إذا شخص عنده أكثر من منصب يمتلك قوة، تمام؟ كثرة الألقاب وكثرة الرموز الخاصة بالشخص هذه بعد تعطيه نوع من القوة. حجم المكاتب، الهيبة قبل أن يقابل هذا الشخص. حجم المكاتب. غريب. إيه طبعا، أنت تلاقي بعض الموظفين، أي نعم، أنت تدخل بعض المؤسسات تجد مسؤول في السلم الوظيفي مكتبة صغير على القد، وتجد موظف ثاني في أحد الأقسام الأخرى لديه مكتب ضخم جدا. هذا عطيل يعطيك مؤشر، احنا نتكلم عن مؤشرات واقعية. فأيضا حجم المكتب وطريقة التأثيث والعناية الكبيرة تعطيك مؤشر أنه قوي. هذا ما يحتاج تفكر هو مسؤول لمسؤول، هذا يعطيك مؤشر على قوة الشخص. طيب موقع المكاتب، أيضا اختيار موقع المكتب أيضا مؤشر على قوة الشخص. صحيح. التسهيلات اللي يحصل عليها الشخص، ذلك الشخص اللي ممكن يدخل المؤسسة في أي وقت يشاء، ولا أحد يقول له أنت وين رايح أو وين راجع، ويطلع متى يشاء. وعند مثلا إذا تكلمنا عن مدارس، يقدر يشكل في الجدول كما يشاء، هذا يمتلك قوة. طيب إذا تكلمنا عن مؤسسات هندسية أو شركات هندسية مثلا، الشخص اللي يقدر يحط مناوباته كما يشاء بالوضع اللي حبه، التسهيلات اللي محصلها، تعطيك مؤشر أنه يمتلك نوع من النفوذ ونوع من القوة في هذه المؤسسة. طيب كي لا نبتعد أيضا عن الموضوع، بالنسبة حق المكاتب ذكرت أن مكان المكتب، هل تقصد نفس الغرفة أم في المؤسسة أصلا؟ المكتب عاد أنت حين خذها براحتك، فصفصها براحتك. ممكن تلاقي 4-5 موظفين في مكتب واحد. أي هاي قوة، هذه قوة بس ضعيفة. تلاقي موظف واحد حاطين مكتب روحه. قد تكون على فكرة هذه المعلومات اللي احنا قاعد نتكلم فيها قد تكون مو دائما منطبقة، عشان ما واحد يقول لي ها شلون، لا ما يصير.
مو شرط تكون منطبقة تماما بحذافيرها. هذه مؤشرات كما يذكرها بعض المختصين في هذه المجالات، بعض اللي درسوا يذكرون مثل هذه قد يكون المظاهر. نعم قد يكون أمر شائع في بعض المؤسسات. في عندنا تقدير القوة من خلال مجموعة مؤثرات التمثيل التواجد في مجلس، يعني شخص متواجد في مجلس الإدارة في شركة كبيرة إذا يمتلك نفوذ. إذا تلاقي الشخص مثل ما قلت لك يمتلك أكثر من مسؤولية، أعطينا أكثر من مسؤولية داخل أي منظمة، إذن هو لا شك شخص لديه قوة معينة، لديه قوة. تمام، هذه مؤشرات تعطينا تخلينا ندرك القوة أين توجد. وباختصار شديد، اللي يملك السيطرة على الموارد، اللي واضح أنه لديه قدرة على السيطرة على الموارد داخل المؤسسة، أو لديه القدرة على اتخاذ القرارات وتغيير القرارات، أيضا هو لديه شخص لديه قوة داخل ونفوذ داخل هذه المؤسسة. طيب ما هي العوامل التي تساهم في ظهور السلوك المناور؟ أيوة، الحين ندخل على العوامل. بالمناسبة إذا استطعنا أن ندرك وندرس العوامل ونجد أي العوامل موجود في داخل المؤسسة اللي احنا نشتغل فيها، نستطيع بعدين نستطيع أن نعرف كيفية مواجهة هذه المشكلة. إذا عرف السبب مو بطل العجب وجدنا الحل. نعم. بس خلنا نعرف إحنا أي عامل من هذه العوامل هو المنطبق على المؤسسة. المشكلة أن في بعض المؤسسات تطبق عليها كل العوامل. مشكلة ثانية. طيب. أولا وجود مجموعة من التحالفات تتنافس وتتصارع مع بعضها البعض لحيازة الموارد. إذا وجدت أن في المؤسسة في عندك تكتلات، جروبات، مجموعات، تحزبات معينة، قد تكون مو نفس القسم، مجموعة من التكتلات خارجية، أحيانا تنظر يا أخي إيش العلاقة بين هاي الموظف وذلك الموظف، ليش مجتمعين مع بعض، يعني يعني اللوجيك ما في منطق لبقائهم الدائم وتكتلهم ووجودهم دائما مع بعضهم البعض. إذن يعطيك مؤشر في شيء غلط في الموضوع. أنا أقبل أن أعضاء قسم واحد دائما موجودين مع بعضهم البعض، لكن عندما يكون في أطراف لا شك، شوف خلنا نتفق على أن لا شك أي موظف في داخل المؤسسة لابد يكون في نوع من العلاقة وإن كانت غير مباشرة مع أي موظف آخر داخل المؤسسة. طيب قد يجمعهم مشروع مشترك، هذه مسألة ثانية. إذا كنت أنت عارف أن في بينهم مشروع وشيء هم يقومون فيه، هذه مسألة ثانية. لكن إذا وجدت أن هناك تجمع دائم وحضور دائم ويتكلمون بنفس الطريقة ولديهم نفس الأفكار، إذن هيعطيك مؤشر أنهم عبارة عن نوع من التحالف أو التنظيم، تنظيم داخل المؤسسة. بالمناسبة عشان تكون في الصورة، في علم الإدارة مادة منهج كامل التخصص كامل يناقش علاقات الأفراد، اسمه السلوك التنظيمي داخل المؤسسة. كتب هي جزء من تدخل في علم النفس وعلم الإدارة، السلوك التنظيمي، سلوك الأفراد داخل المنظمة. هذه دراسات في حد أي موضوع ثاني ممكن نتكلم عنه في مو حلقة، حلقات بعد. وكتب السلوك التنظيمي بالذات من كثر المواضيع اللي فيها، يعني كتب دسمة ما شاء الله، 400 و500 صفحة يعني. نعم، لذلك علم يدرس، علم كامل يدرس يا أخي. بعض المؤسسات ترى ما تكلم عن 100 موظف، 50 موظف، 100، 200، 300. في بعض المنظمات فيها آلاف الموظفين، شركة دايو فيها 200,000 موظف، شركة دايو كورية، صحيح 200,000 موظف. سامسونج على ما أذكر 150 إلى 200,000 موظف، عندها مدن كاملة سامسونج، مدن بالكامل. هذه ما تحتاج تدرس سلوك الأفراد داخل المنظمة، تحتاج يا أخي. إذا 50 موظف تحتاج، 10 موظفين تحتاج، ما بالك أنت بمؤسسات عاد أحجامها كبيرة فيها آلاف الموظفين. لا يا حبيبي، تحتاج، لأن سلوك الموظفين بيأثر على طبيعة الإنتاجية داخل. عندنا وزارات، بعد الوزارة تعتبر مؤسسة، في وزارات عندها آلاف الموظفين، أكثر من 10 أو 20. وزارة التربية والتعليم مثلا عدد الموظفين فيها بالآلاف. صحيح احنا ممكن ناخذ كل مدرسة على حدة ونعتبر كل مدرسة هي وحدة مستقلة، وفي داخلها ممكن يكون في مناورات تنظيمية، وممكن نقول على مستوى أي وزارة ثانية.
نعم. فإحنا نتكلم عن أعداد مهولة من الموظفين، لذلك وجب دراسة سلوك الأفراد داخل هذه المؤسسات ككل. بعدين عندما تسعى التحالفات المختلفة لحماية مصالحها ومصادر تأثيرها، بعد هذه يعطيك مؤشرنا في مناورات تنظيمية، التوزيع غير العادل للقوة في المستويات الإدارية. تعرف الهرم التنظيم عادة في له شكل يعني مقبول واضح. بعض المنظمات تدخل عليها تجد عندها الهيكل التنظيمي مو طبيعي، في تشوه، تجد مناصب غريبة موجودة، لأن المناصب هذه لماذا تم استحداثها؟ هي مو عشان العمل، هي استحداثها من أجل فلان إرضاء شخص معين، محسوبية. هذا الشخص نعم محسوبية. يعني ممكن يطلعوا لنا منصب في حد ذاته بس عشان يعطونه. هذا يعطيك مؤشر مدام في خلل عندك في الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتداخل في الصلاحيات والمسؤوليات. هذه بيئة جاذبة للمناورات التنظيمية. واضح؟ نعم. مرة ثانية، حينما يكون لديك تداخل في المسؤوليات والصلاحيات في أي مؤسسة أو بيئة عمل، فهذه البيئة تكون مهيئة أكثر من غيرها لحصول مناورات تنظيمية وتكتيكات تنظيمية وأصول وفن، أنا أسميها أصول الفن والضرب تحت الحزام. تبتدي عادة تكتيكات وكل واحد يريد أن يؤذي الآخر وتسبب له بإشكاليات كبيرة. كذلك في مسألة مهمة جدا، تشجيع ممارسة القوة داخل المنظمة على السلوك المناور، حيث المنافسة المحتدمة بين الخصوم. بعض المنظمات طريقة تكوينها وطريقة عمل الإدارة العليا تقوم على أساس خلق نوع من المنافسة، المنافسة غير الأخلاقية، غير المنافسة غير منضبطة، فتؤدي بالتالي إلى حدوث الكثير من المناورات. لذلك الإدارة العليا في أي منظمة تتحمل مسؤولية كبيرة جدا في القضاء أو تحجيم المناورات التنظيمية. طيب، أنا أقول لك إياها، لن نستطيع أن نقضي على المناورات التنظيمية تماما إلا إذا أوجدنا بيئة إيجابية طاردة لهذا النوع من العمل، وبيئة فيها تعاون كبير جدا بين الأعضاء في اتجاه معين واتجاه واحد. أوكي، هذه الطريقة بنقول إحنا بعيدة عن المناورات التنظيمية، لكن إجمالا الإدارة العليا في أي منظمة في أي مؤسسة تتحمل جريرة تفشي المناورات التنظيمية، لأن هي الجهة المخولة والجهة المسؤولة عن العمل داخل المنظمة، وهي التي بيدها أن تمنع أي نوع من المناورات غير الأخلاقية بمجموعة من الممارسات الإدارية. لذلك أنا أعرف أحد المدراء في أحد المسؤولين في مؤسسة حكومية، كان هذا المدير كما يبدو اللي سبقه في العمل الإداري كان معطي الناس المجال أنهم يتكلمون على بعضهم البعض، وكان هو يشجع فلان هات لي أخبار القسم الفلاني، يا فلان هات لي أخبار القسم الثاني، وكان له عيون داخل عيون يعني يسوي جواسيس داخل المؤسسة. وهذا الحقيقة عمل ترى مو طيب، أنك توجد نوع من الجواسيس والداخل مؤسستك، هذا أمر مؤشر غير إيجابي الحقيقة، مؤشر غير إيجابي، ما بقول أي شيء ثاني. طيب، فلما أتى المدير الثاني واستلم المنصب على طول، تعرف الناس اللي يشتغلون عيون يحبون يعني يقدمون الخدمات، هي جس نبض، فمباشرة يلا واحد تكلم عن والله فلان ترى ذاك اليوم سوى كذا. إيه لحظة خليك، مثلا دخل واحد اسمه أحمد قال له والله شفت خالد ذاك اليوم سوى الخطأ الفلاني. إيه خليك شوي أحمد حبيبي، ألو خالد حياك عندي. دخل خالد، تتخيل أنت موقف هذا الشخص اللي جاي يفتن، يقول والله أحمد قاعد يقول إن ذاك اليوم شافك سويت الخطأ الفلاني، إيش رأيك عندك رد على الإشكالية هذه؟ بالله عليك لو واحد سوى هالطريقة بيصير فيها صدام في الأولى، صح، بتنكسر عين الشخص اللي قاعد يفتن على الناس ويسأل الوقيع فيهم ويتكلم عنهم بطريقة سلبية، إيش بيصير فيه؟ إيش الموقف اللي بيكون فيه أصلاً؟ موقف مهزومك أنت بهذه الطريقة، وغيرها من التكتيكات البسيطة الحلوة هذه اللي ممكن تخلي الناس تحسب ألف حساب. أنت ممكن تكلم الناس تقول له بشوف يا حبيبي، باختصار شديد لن أقبل أي ملاحظة على أي فرد ما لم يكن بين أمرين، إما أن يكون لديك مال، يكون لديك دليل مادي ملموس على هذا الخطأ، عندك شيء مثبت ناس وايد شايفين أو ملاحظين، أو مواجهة مني بلك وتقعدون مع بعض. لكن إن نفتح المجال، بالمناسبة في ناس يظنون
أن ما يسمى بسياسة الباب المفتوح هي تعني الاستماع لكل من يأتي ويتكلم عن غيره. هذه سياسة الباب المفتوح. أبدا خطأ تام. سياسة الباب المفتوح هي سياسة الباب المفتوح للإنتاج والعمل لتقديم الفائدة للمنظمة، مو للحديث عن الآخرين في المنظمة. هاي مو سياسة باب مفتوح، سياسة باب مفضوح. صحيح. فضيحة للآخرين. في اختلاف كبير جدا، لذلك احنا ندعو أن تكون سياسة الباب المفتوح لتقديم المشورة ولتقدم العمل ولزيادة الإنتاجية ولتقديم الملاحظات الإيجابية. أنا أعرف أحد الأصدقاء عندما أبدأ في حياته يقول أنا أتصيد على الموظفين اللي عندي، مو الأخطاء، أتصيد الإنجازات كما كانت تفعل الجدة مع بناتها. نعم، هاي في كتاب في 9 قواعد. نتمنى أن يكون هذا النوع من العمل، أن نتصيد على بعض لكن نتصيد الإيجابيات. والله لاحظت فلان والله سوى عمل مبدع الصراحة، وكان عنده عمل يعني شيء منتج أو عمل فيه إنتاجية عالية، قدم الخير للآخرين، ساعد الناس. هذا النوع من العمل اللي احنا نسعى إليه، مو أي نوع آخر من الأعمال. طيب، بعد أن تعرفنا عن العوامل المساعدة لظهور السلوك المناور، فلنتكلم عن المجالات التي يعني يكون فيها السلوك المناور في العمل. طيب، أنا الحين بحاول أختصر لأن تقريبا باقي عندنا يعني 10 دقائق باقي تقريبا 10 دقائق. طيب، ربما أقل. نعم، المجالات اللي يظهر فيها السلوك المناور، أول شيء مجال الموارد. والموارد احنا نتكلم عن الأمور، الموارد المالية والمخزونات والموارد البشرية وسائل الإنتاج والمعلومات. هذا كلها لما نقول موارد نقصد فيها هذا الشيء. عادة يكون هناك صراع على الحصول وعلى السيطرة على هذه الموارد من قبل المجموعات المختلفة، تسعى أن خلاص تكون هي المسيطرة، لأن هذا السيطرة على الموارد تعطيها قوة ونفوذ كبير جدا داخل المؤسسة. عشان المؤسسة تصير حكر عليها، تأمر وتنهى كما تشاء، تحط اللي تبيه وتشيل اللي تبيه. لذلك يسعون عادة التكتلات للحصول على الموارد داخل المؤسسة. في القرارات كذلك تلاحظ المناورات التنظيمية في القرارات، لأن كل تحزب، كل تكتل، كل جهة تسعى لفرض القرارات اللي تناسب توجهاتها هي، فيصير فيها نوع من التداخل والصراع. فممكن تلاحظ من خلال القرارات. الأهداف، في أي منظمة في لها أهداف، بتلاقي أيضا في وضع الأهداف يسعى بعض الأشخاص لأن تكون الأهداف تصب في صالحهم. وبعدين حتى على مستوى بسيط، بعد مو شرط مناورات تنظيمية بهذا الشكل، تجد أن الإدارات المالية في أي منظمة تبي تقلل من حجم التكاليف المالية. تمام، بعدين تيك إدارة المشتريات تقول لك لا احنا بحاجة ان نزيد الضخ والدعم المالي. تلاقي مثلا إدارة ضخ المال عشان تشتري المنتجات يعني. تلاقي مثلا إدارة مثل العلاقات العامة تقول لك لا احنا نحتاج ضخ مالي يا اخي، نحتاج نحط اخبار في الجريدة، نحتاج كذا نحتاج كذا. تيلك المالية تقول لك لا احنا ما نقدر نصرف على الأخبار الموجودة في الجرائد والأنشطة والبرامج، هذا الصرف احنا عندنا بجت معين نبي نحافظ عليه في أمورنا المالية. يصير نوع من التضارب بين الإدارات المختلفة في الأهداف، وتبين لك على طول. في التغيرات التنظيمية لما يصير في نوع من التنقلات في البيئة العمل، أيضا يحدث هناك نوع من الإشكاليات، تبدأ عاد التضارب، لأن التغييرات كل جهة تسعى أن تكون التغييرات في صالحها هي مو في صالح الناس الآخرين. كذلك عندما تكون سياسات المنظمة المتعلقة بالنقل من قسم إلى آخر والترقية غير واضحة، يصبح الوضع مهيئا للمناورات التنظيمية. طيب، ما وسائل المناورات التنظيمية، أو فلنقل ما هي الأسلحة التي يعني تستخدم في هذه المناورات؟ هذه التكتيكات التنظيمية. كيف فن الضرب في الآخرين؟ باختصار شديد، أولا اللوم وشن الهجوم على الآخرين والتقليل من إنجازاتهم. الأشخاص الفاشلين عادة، الفاشل اللي هو ما عنده القدرة على إنجاز العمل، وشوف ناس قاعدين ينجزون، هاش معناته ما قاعدين يأخذون نقاط. هو تصوره بهالشكل، تصور المريض يقول أن الناس اللي قاعدين يسوون منجزات وينتجون ويعملون قاعدين يكسبون نقاط في عند الإدارة العليا، وإحنا قاعدين نخسر. شنو أفضل طريقة؟ مدام أنا مو قادر أحقق إنجازات، أبتدي أشوه في سمعة الآخرين، أشن الهجوم اللوم عليهم، وأحاول أن أنتقص، أن أبحث عن أي عيوب أو مثالب على إنجازاتهم.
إنجاز حلو، أقول لك والله بس يا أخي يعني الإنجاز لما سووه يعني كان الوقت غير مناسب الصراحة، الوقت سيء جدا يا أخي، إنجاز كبير لا بس الوقت والله مو حلو، والله كانت ملابسهم يعني مو جيدة، والله كانوا يعني عددهم ما كان عدد جيد يعني لو كنتوا أقل أو أكثر، يلاقي لك أي شيء، بس المهم بالنسبة لنا يشوه أو يقلل من قيمة المنجزات اللي قاعد يؤديها الآخرين. فلا ترمى إلا الشجرة المثمرة. نعم، لا يرمى بالحجر إلا المثمر من الشجر. ودايل كارينجي يقول، كارنيجي عفوا، يقول إذا جاءتك رفسة من الخلف فاعلم أنك في الأمام. جميل، يعني واحد وراك تقدر ترفسه؟ هذه مقولة دايل كارينجي. تقدر؟ ما تقدر، لازم يكون أمامك. فإذا جاءتك رفسة من الخلف فاعلم أنك في الأمام، ولا يرمى بالحجر إلا المثمر من الشجر. فترى يعطيك مؤشر جيد إن ترى بالمناسبة الفاشل ما له أعداء. الفاشل عادة اللي هو فاشل خلاص من بيعاديه، عادة يتم العداء للأشخاص الناجحين، الناجح هو اللي يجد أعداء أكثر. الفاشل من بيعدي يعني الفاشل، أو فاشل خلاص أورادي يعني، هذه مسألة تأخذ بعين الاعتبار. طيب عندنا أيضا في بعض الشخصيات هو ما عنده إنجازات لكن يشتغل لك في التنظير، يعني تكلم في أي موضوع يقولك والله أنا وفقا لخبراتي الكبيرة جدا في هذا المجال وهذه العلوم الإنسانية وأنا قريت وايد وعندي شهادات عليا، لذلك أنا أنتقد بشكل كبير جدا أي شخص بيعطي محاضرة أو دورة ويحطك السي في. ليش تحط السي في؟ يعني ليش تبين لنا أنت؟ يعني خلني أنا أحكم عليك من خلال طرحك، كي يبعث الثقة في يعني تبعث للطرح إن أنت مثلا عندك مسؤوليات وعندك مناصب وحاصل على 20 دورة، أنا لن أحكم عليك إلا من خلال إنتاجك، من خلال ما تعطيه وما تقدمه للآخرين. نعم. ففي البعض يحاول أن يعطي انطباعات إيجابية عن نفسه وتقمص دور النجاح والتميز، ولذلك في البعض حتى لو كان عنده مشاكل كبيرة جدا في قسمه، مشاكل مصايب كبيرة، ما يروح يقول عندي مصايب، لا الحمد لله الدنيا بخير والحياة حلوة وما عندنا أي مشاكل، وإحنا الحمد لله تعاملنا، استطعنا التعامل مع المشكلة وأنجزناها وحلينا المشكلة إلى آخره يعني. تمام. أحيانا بعد في بعض الأشخاص الضعاف يحاول يربط نفسه بأشخاص أقوياء، يربط نفسه بالأقوياء عشان يأخذ جزء على الأقل من الشو. هذه وين تلاحظها؟ هذه تلاحظها بشكل واضح وجلي في اللي يحبون التصوير. صح. في عندك مؤسسات كل ما يصير عندهم برنامج أو نشاط يقومون بعملية تصوير، يصورون يوثقون، تلاقي أشخاص يا أخي ما لهم علاقة، ما له علاقة الريال، لازم يروح يرزف الصورة عشان هذه الصورة والله الحصول على الجوائز الفلانية من الجهة الفلانية وصورته موجودة ما شاء الله وكان مشارك ولا أدرش. أي لذلك لاحظ في أي مؤسسة اللي حاطين صورهم في كل مكان موجودة، هاي مؤشر الشخص يبي يظهر إن عنده إنجازات ما عنده شيء. عادة اللي يشتغلون ويعملون لا يحبون الظهور دائما، الظهور الدائم أمام المجتمع الآخرين. أتكلم عنها سرد سريع جدا، أشخاص يحاولون يلمعون مدراهم مسؤوليهم، دائما يلمع بروشات، ها بمصطلح بحريني يضرب بروشات دائما، تكوين مجموعات تتصف بالقوة والولاء في بعض الأشخاص عشان يناور يكون تكتلات حوله، يروح يشوف له مجموعة تتناسب مع ميوله، أحيانا قد تكون ميول غير أخلاقية بس يروح معاهم عشان خلاص يكونوا مع بعض يستندون بعضهم البعض. ربط قلنا الحصول على دعم الآخرين، ربط الإنسان لنفسه بالأقوياء وأصحاب السلطان، العمل على بناء إمبراطورية من خلال الحصول على الرقابة. ليش يبون يحصلون على الموارد؟ لأن الموارد هذه بتتيح لهم السيطرة على أشخاص آخرين والتحكم في اتجاهات المنظمة ككل. طيب نحن نتفق الآن أن المناورات هذه هي أمر سلبي ويعني يحد من الإنجاز. طيب لا. كيف نحد نحن من المناورة التنظيمية؟ ما هي الطرق؟ بما نحن تكلمنا عن الأسباب، إذا اعكس الأسباب تصير لك عندك الحلول. وعلى كل حال على الإدارة، شوف أنا أحمل الإدارة في أي منظمة هي تتحمل المسؤولية الأكبر في القضاء على هذه المناورات التنظيمية. أول شيء الكفاح من أجل الحفاظ على مناخ الثقة والانفتاح بين الجميع، الاهتمام بالنتائج والإنجازات بدلا من التركيز على أنماط الشخصية وطريقة اللبس وطريقة الكلام. إيش أنا عشان أحكم عليك؟ واضح للجميع في المؤسسة، إعلان نعلن لجميع الأعضاء في المؤسسة أن إنجازاتك هي المؤشر وهي مقياس للتعامل معك. عندك إنجازات إذا أنت على عين وعلى الرأس،
لكن إنسان لا تنجز وكثير الكلام ما تعطي مالك أي قيمة في هذه المؤسسة. نعم. تشجيع الإدارة العليا على الإحجام عن ممارسة المناورات التنظيمية. يعني حتى الناس اللي في الإدارة العليا إذا كثرت المناورات بينهم الأفراد في أسفلهم أكيد بيكون بينهم مناورات كقدوة، لأنهم قدوة أمامهم. العمل على مؤسسة أنظمة العمل من خلال وضع مجموعة من القواعد والآليات. لابد أن تكون عندنا آليات قواعد واضحة في المؤسسة والجميع يلتزم بها، للجميع بالاستثناء. أول يوم أدخل في المنظمة يعرف أن عندنا قواعد نرجو الالتزام بها، واللي ما يلتزم بهذه القواعد يتم التعامل معه بنوع من الاحترافية وعدم التمييز بين أفراد في المؤسسة. أن يخضع كل فرد في المؤسسة للمساءلة والمراقبة في القرارات اللي اتخذها. قرار لازم يسأل عليه في حالة إن كان فيه إشكالية في القرار. التشجيع على ممارسة العدالة داخل المنظمة، أهداف تكامل بين أهداف الأفراد وأهداف المنظمة، تبني الممارسات الإيجابية مثل تدوير الوظائف إذا كان ممكن هذا في المؤسسة، مكافأة المنتجين الجادين وليس المناورين المخادعين. إذا أنت بتكافئ لي أكثر الناس كلاما وأكثر الناس ضوضاء وضجة، بتترك بتخلي بيئة طاردة للمبدعين والمنتجين. وعلى فكرة الطبل الأجوف هو الأعلى صوتا، الطبل لما يكون أجوف هو الأعلى صوتا في أي منظمة، وهذا ينطبق على العمل في المنظمات. باختصار شديد هذه مجموعة من المعرفة الإنسانية قدمناها في مجال المناورات التنظيمية في مؤسسات الأعمال. نتمنى أن تكون المناورات عندنا في حدها الأدنى داخل أي مؤسسة أن تكون أقل، ونتم التركيز على الإنتاجية العالية بالذات في المؤسسات ذات الطابع التربوي ذات الطابع الأخلاقي. شكرا لك أستاذ فالح، وشكرا لمستمعين الكرام، ونشكر كذلك من أشرف على هذه الحلقة وأخرجها لكم الأستاذة جميلة بن طيح. نلقاكم إن شاء الله على خير في حلقة الأسبوع القادم، ولكم منا أجمل التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، ها قد طوينا صفحة هذه الحلقة بعد أن عرضنا بعض أفكار كتابنا، ونأمل أن نكون قد أوصلنا فكرة إيجابية ننير بها طريق إنسان، أو غرسنا بذرة خير أنبتت شجرة ذات أفنان. تقبلوا تحيات فالح الرويلي، حسن السعاتي، أحمد الشريان.